إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاق لها ودائما يرفضون هذه الزيارة، أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون أخبارهم بذلك أم تقول لهم شيئا غير حقيقيا؟ لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تقنع الأبوين بأن هذه الزيارة الشارع الحكيم يأمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، ولا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة، أن تخرج عن طاعة أبويها في مثل هذه الزيارة. أستاذي، بالنسبة لكذلك الدروس ينطبق على ذلك؟ مثلا في درس، مثلا في وعظ، في شيء، نفس الشيء لا بد من الإذن.